مكشخ، مضبط شعراتك، غاسل السيارة، معبي بترول فل. ولكن في مخاطر على الطرقات، لا سمح الله ممكن السيارة تخرب، لا سمح الله ممكن تتعرض لحادث. انت بحاجة يكون عندك تأمين شامل يلبي كل احتياجاتك. شركة أكسا للتأمين بتلبي لك هذه الطلبات. ما عليكم إلا تزوروا رابط الشركة الموجود أمامكم وموجود حتى بالوصف. بحب أشكر شركة أكسا لأنهم الراعي الرسمي لحلقتنا لليوم من برنامج راسي براس. كثر الله خيرهم وكثر الله من أمثالهم. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامج راسي براس. أنا اليوم بقود سيارة رينج روفر أوتوبيوغرافي 2016 فول أوبشن لأكون راسي براس ضد الدكتور اللي بتمنى له الشفاء العاجل لأنه مريض، كريم اللي بقود سيارة لكزس الإكس 570 مو 2016 2017 صفر وكالة، أخذت المكالة ماشي 4 كيلو بقراطيسها لسه. برنامج راسي براس ما في مزح، إنها الحرب يا كريم. حتى لو مريض مش راح أرحمك، سامحني، راح نحكي بكل مصداقية وكل شفافية. في البداية معلومات سريعة عن أبرز التفاصيل للسيارتين راح تظهر أمامكم بالبوكس، شوفوهم وخلينا نبلش حلقتنا. طيب يعني تعال حتى لو انا مريض، يعني تحكي لي حرب وما حرب، يعني تفكرني اذا مريض ما اعرف ادافع عن سيارتي اللي مختار عشان اكون معاك راس براس؟ مفكر يعني صدقني مش هيك الموضوع. انا جايب سياره رينج روفر اوتوبيوغرافي، انت جايين بلكزس. اللكزس تاعتك هي عباره عن تويوتا لاند كروزر بس عليها شعارات لكزس، شويه تك اختلافات شكليه من الخارج. انت سيارتك تويوتا لاند كروزر. دقيقه ما يكون مو عاجبك اللكزس حبيبي، طبعا بديك بلكزس. اللكزس اللي راكبها انا فيها مواصفات موجوده عندك، شكل فخم نعم، سياره بتشوف عليها ارقام مميزه نعم، وكل هذا SUV فول سايز وقدرات الفرود رهيبة، ليش حتى ما نفسك فيها يعني؟ بنافسك فيها حبيبي، حتى لو انت راكب رينج روفر، شكل خارجي أنيق، LED أمامي خلفي، تصميم عصري ملفت للنظر، داخلية جميلة، جلود، شاشة عملاقة الأكبر في فئتها، جميع الأنظمة المساعدة، رادارات، كاميرات، نظام صوت فاخر، ملاحة، الحفاظ على المسار، التحذير النقطة العمياء، كل الأشياء موجودة عندي في لكزس، بعتقد حتى موجودة عندك في الرنج روفر، حتى ما أعتقد حتى أنه عندك أنت الـ لينو سيست أو نظام التحذير من مغادرة المدار. عندك يا ولا ما عندك يا؟ أنا عندي إضافات أكثر من سيارتك بكثير، بانوراما ما عندك، أبواب شفط أنت ما عندك، أوتو باركينج ما عندك. تدفئة وتبريد ومساج بالكراسي الأمامية والخلفية برضو ما عندك. وأنا كمان مو جاي بالرينج روفر الفول فول 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 لودد، أنا جاي بالأوتوبيوغرافي، لسه في فئتين أعلى من هاي السيارة. فئة اللونج ويل بيس لسه فيها إضافات أكتر وهي أطول كقاعدة عجلات، وفي نسخة الهولند أند هولند. هاي النسخة ما فيش أي سيارة بتنافسها من ناحية الفخامة، سعرها 1,210,000 درهم. يعني أنت أصلاً نادر ما تشوف هاي السيارة، نسخة حصرية جداً. بالله عليك صويب، بالله عليك، في حد يشتري رنج ب1,200,000؟ يا حد بشتري فراري فورتيت، بشتري هوركان، ولك بشتري لامبورجيني أفنتادور بزيدهم 20,000، بشتري أفنتادور، بشتري روز رويس، أدفع 1,200,000 برنج وبعد 7 سنين يكون حقه 70,000 صعيد الشارجة؟ ليش؟ ليش؟ ليش صويب ليش؟ حبيبي يعني بالله عليك تتحكي لي مواصفاتي عندك، كم حق سيارتك انت؟ كم حق سيارتك؟ 600-700 ألف؟ هاي الأوتوبيوغرافي اللي معك كم سعرها؟ سعرها 675,000 درهم إماراتي. النسخة الأساسية الابتدائية لرنج روفر سعرها 399,000 درهم، نسخة الـ HSE نسخة الثمانية سلندر بدون سوبر تشارج. كضمانات وكفالة، السيارة بيجي عليها كفالة لمدة 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر، وبيجي عليها عقد سيرفيس لمسافة 65,000 كيلومتر. ممكن تمديد عقد الكفالة تيجي إما 200,000 كيلومتر
أو 7 سنوات وعقد السيرفيس بضل 65,000 كيلومتر. طيب يا صهيب، يعني أنت حاليا حكيت لي أنه عندك أسعار سيارات خيالية بالنسبة للرنج روفر، فيمكن أنت عندك نقطة خلينا نقول مو شوي إيجابية، أنه الرنج روفر شو معك فلوس بيأخذوهم منك، شو عندك فلوس بيعطوك سيارة لقد فلوسك. اللكسس بكل صراحة عندك هالسيارة والفئة المحرك الوحيد اللي هو 5.7 لتر، هذه السيارة عندك 3 فئات، سعر ابتدائي 385,000 درهم أو نسخة متوسطة 425,000 درهم أو نسخة الفول أوبشن 450,000 درهم، 3 نسخ ولا أحلى من هيك، ما في غير محرك وحيد. ولكن بالنسبة للضمان، فالسيارة لكسس LX 570 عليها ضمان 5 سنوات بدون تحديد الكيلو، مفتوح الكيلو من المصنع. أما بالنسبة للصيانة فصراحة الصيانة بتكون فقط أول 1,000 كيلو فري أو مجانا، بعدين أنت بتقدر تشتري عقود صيانة، ولكن رغم أنك تشتري عقود الصيانة إلا أن صيانتها تعتبر رخيصة مقارنة بالرنج لو أنت فكرت تعملها صيانة على حسابك. وبالنسبة لعقود الصيانة صراحة لكسس عندك عقود صيانة عديدة تبدأ من سنة لخمس سنوات، ولكن حسب ما خبروني بالفطيم أكثر عقد مرغوب بالنسبة للكسس اللي هو 4 سنوات أو 60,000. كل هالأربع سنوات أو 60,000 تدفع عندك 12,784 درهم. يعني أعتقد هذول 12,000 يا صهيب لو أنت فكرت تدخل الرنج عندك إذا كانت بدون عقد صيانة، اوكي اي وكالة تدخلهم سيرفس واحد تدفع 12,000 بالنسبة للقطعة الغالية اللي عندك صيانتها الغالية، صح ولا لا؟ وعلى فكرة، على فكرة صهيب، يعني لا تفكر انه انت تحكي لي عندك 65,000 عقد صيانة فري، ما تفكر انه انت اخذه ببلاش حبيبي، وانت دافع 600,000 و900,000 ومليون اجباري تاخذ عقد سيرفس 60,000، يعني بس انت دافع وتضحك وتلعب، لا تفكر انك اخذه ببلاش يعني. بعدين تعال بالله عليك خليني اشوفك شوي، خايف انا شي حفرة تجي لك، ما الحمد لله ما في حفر في الامارات يعني، بس خايف شي حفر رايك تنزل لك الهيدروليك تبع سيارتك، ما تخليني اصور لك شي 20,000 رنج روفر 2009 مرمف صناعيه عشان سسبنشن خربان وهيدروليك نازل، تشوف هيدروليك نازل يمين وواحد نازل لورا، فخلينا ساكتين انت والسيرفس تبعك والقطع الغيار الغاليه اللي عندك صهيب في الرنج. كريم انا بدي ارد على نقطتك اللي انت حكيت عليها، بس بدي ارد عليها احكي نبذه تاريخيه. شركة تاتا لما شرت جاكوار لاند روفر كان الحصان الرابح شركة لاند روفر، لأنه هي الشركة الناجحة وبدهم يرتقوا فيها، ضخوا مبالغ هائلة من الأموال مشان يرتقوا بالمنتجات. الجيل الرابع اللي أنا بقوده حاليا من رينج روفر تحديثات مرعبة صارت عليه، بدي السيارة ألمنيوم، خفضوا وزنه مقارنة مع الجيل الماضي 420 كيلو، وزن السيارة 2330 كيلو، المصات الصدمات الاير سسبنشن الهيدروليك جديد بالكامل متطور. إذا أنت بتقارنه مع الموديل القديم لا يقارنوا نهائيا، هاي السيارة جديدة حلوا كل المشاكل القديمة تاعتها. أداء المحرك جبار، النسخة اللي بقودها عليها سوبر تشارج، يعني كتسارع أنت سيارتك تعتبر واقفة مقارنة مع سيارتي. سيارتي 5.4 من 0 ل 100، يعني أنت بكون واصل أنا 170 وأنت لسه مش واصل 100. ايضا انا على الكورنرات بتحسسك سياره رياضيه بتلف بدون اي مشاكل. انت سيارتك وزنها 3349 كيلو، كريم شو هاد، شو هاد، شو الوزن هذا المرعب؟ اليابانيين يعني يسوي شويه رجيم للسياره، يقطعوا العشه تاع السياره مشان يخف وزنها. السياره بتطلع عليك على الكورنرات كيف بتلف، السياره بتتمايل، بريك السياره ما بيكون متفاعل نهائيا على هذا الوزن العملاق. فنسبه تناسب اداء الرنج روفر بعالم اخر ومتعه قياده مقارنه مع سياره اللكزس مع كل احترام وصراحه. شوف صهيب، راح ارد عليك ردين بالنسبة لكلامك عن القيادة والرساوة والثبات ولفات ووزن ما أعرف شو. أول نقطة، أنك صعب تشوف لكسس أو رنج فوق، ركز على الفوق مو قصدي السبورت،
داخل حلبات عشان تحكي لي قيادة رياضية. بس أنا معك وزن لكزس عملاق. هذا الشيء مو بس أثر على الثبات على المنعطفات إلا أنه أثر على الفرامل، حتى فرامل السيارة بتعاني عشان توقف اللكزس LX 570 بكل صراحة. بس الآن أنا بدي أكون بجانب خلينا نحكي حيادي مع اللكزس شوي، أنه هذا الجيل يعتبر الجيل نفسه من 2008 ما تغير. هذا التحديثات تعتبر تحديثات فيس ليفت، السيارة مو جديدة بالكامل من تحت الشاصيهات، الميكانيك نفسه ما في غير جير مغير 8 سرعات، فالمحرك نفسه البادي نفسه ما غيروا في شيء، مجرد تجميل للسيارة وتحديثات داخلية. فبقول لك صراحة بس ينزل الجيل الجديد من لكزس LX 570 ما بعرف بعد سنتين بعد ثلاثة إلى الآن ما أتأكد الموضوع، أنا بقول لك صايب لو ما حسنوا الأشياء ونزل وزن السيارة، أنا المرة الجاية لو أنت جيتني برنج والله ما حجيب اللكزس، حجيك مشي، حوقف قدامك أقول لك أنا شخصيا راس براس معاك بدون اللكزس، ما حجيب على التحدي. بس الآن اللكزس ما تعتبر جيل جديد مقارنة بالرنج روفر اللي معاك، تعتبر جيل جديد. ورغم هيك ما حدا حيدخل لا باللكزس اللي معاي ولا باللي معاك حلبات، حيدخلوا وين؟ أوفرود رمل. هاي سيارات SUV عندك قدرات بالأوفرود، فشو شو قدراتك مقارنة مع اللكزس اللي عندي حبيبي؟ انت لما تيجي تحكي عن قدرات الأوفرود بالرنج روفر، الرنج روفر مبدئياً غنية عن التعريف بعالم الأوفرود، كل الناس بتعرف قدراتها الجبارة مش العادية، وعندك أيضاً كمبيوترات، وضعيات شو ما بدك، الأرضية اللي بتقود عليها، ثلج، رمل، حصى، طلوع، منحدرات، اللي بدك إياها الكمبيوترات بتبسط عليك، بتسهل عليك. وعند لن تخذلك، وحتى شركة رينج روفر قبل فترة انتشر فيديو لما قطعوا الربع الخالي بسيارة رينج روفر ما عندهم مشاكل، هاي السيارة عبارة عن دبابة تمشي بالأوفرود ما عندها أي مشاكل، كل القدرات اللي انت بتسويها بالأوفرود هاي السيارة بتسويها. وأزيدك من الشعر بيت، انت سيارتك اللكزس لما يكون عليها البديكت ارتفاع السيارة راح يكون منخفض مقارنة مع تويوتا لاند كروزر. لاند كروزر انت ويا نفس الميكانيك، يعني اليابانيين ما تعبوش بالتعديلات والتحديثات على السيارات، فقط انه اللهم بغيروا البدي شكل السيارة من الخارج وشوية لمسات من الداخل. السيارة نفس قدرات اللاند كروزر، ولكن اللاند كروزر احسن لانه شنب البمبر الامامي ما راح يضرب بالرمل وبكون احسن. فانا ارتفاع سيارتي احسن من ارتفاع سيارتك كأوفرود. صحيح حكيت ربع خالي والرنج قطعت الربع الخالي، كم مليون سيارة سيفتي كانت مع الرنج عشان تقطع الربع الخالي، بعدين كم دفعوا صياني على السيارة بعد ما فكرت تقطع الربع الخالي. انت لو دخلت بالرنج الآن على الأوفرود اوكي حكيت البمبر، كم حتدفع غيار بمبر حبيبي؟ كم سعر بمبر الرنج مقارنة بسعر بمبر لكزس؟ اوكي بتحكي نفس اللاند كروزر يا سيدي، والله العظيم يا ماني زعلان، بكفي انه حتى اللاند كروزر تعتبر سيارة SUV فخمة في الامارات او حتى بالخليج، الناس تدفع عليها وتشوف عليها ارقام بتجنن. بعدين الافرود انت حكيت كلمة كمبيوترات، يعني انت صيانة الكمبيوترات اللي عندك يعني بتفلسك، يعني اذا انت قررت تروح بالرنج روفر افرود بدي يكون عندك ميزانية لبيتك واهلك واطفالك، وعندك ميزانية لصيانة الرنج خصوصا اذا طلعت من الضمان. بعدين صدقني اذا الرنج روفر طلعت من الضمان وانت قررت تروح فيها افرود، والله يا صوايبه حتصير انت صحبه مع الميكانيكي وتصير تشوف الميكانيكي اكثر ما تشوف زوجتك واطفالك في البيت. ليش؟ لانه مين حيسوي لك السيرفس هاد؟ واصلا ما في غير ميكانيكي واحد ولا اثنين حيفهموا لك بالرنج. اما باللكزس فور فيها افرود انت مرتاح، انت مو خايف من الصيانه، مو خايف من اي شيء في السياره، بكف الدفلك موجود، انظمه ميكانيك سهلة التعامل، تفهمك قوية جبارة، دفرشنات السيارة قوية جدا بالأوفرود وأثبتت نفسها سواء كلاند كروزر أو كلكزس. فلا تقارن قدرات اللكزس ب أو قدرات الرنج روفر بلكزس أو حتى تويوتا لاند كروزر، بما أنك أنت قلتها أنه لكزس هي نفسها لاند كروزر، وشوف أنت كل شركات السفاري كل سياراتهم لاند كروزر. فأنا لو حكيت البمبر كم حدفع عليه؟ 500 درهم؟ 1000 درهم؟ كم حق بمبر رنج حبيبي؟ وفوق كل هذا عندي نظام الزحف، يعني انت الان لو فت غرست بسيارتك اللي وزنها 2300 كيلو، لو غرست شصة السيارة ما حتطلع معاك غير حدا يجي يقلصك، صح ولا لا؟ لانه كمبيوتراتك والدفلك الالكتروني اللي حاله بيتعامل ما حيطلع السيارة. ولكن الان لو اي واحد غرس بالكزس او حتى اللاند كروزر 517 عندك نظام الكراول بيطلع السيارة من تغريزة وانت قاعد لا فرج على رجل ولا بتسوي شيء بالسيارة. اول شيء اللي بيشتري سيارة رينج روفر بالاغلب ما راح يدخلها على الاوفرود، وعنده القدره انه لو بده يدخلها اوفرود يدفع عليها سيرفيس وصيانه ما عنده مشاكل.
السيارة لها هيبة مختلفة عن اللكزس، وقدراتها الأوفرود أنت بتبخس بقدراتها. عند القدرات كلياتها أنت بتتميز بنظام الزحف فقط، باقي القدرات كلها موجودة على الرينج روفر، شو ما بدك بتساوي فيها أوفرود. الجلسة تاعت المقعد تاعت السائق بالرينج روفر ما بتحصلها ولا بأي سيارة SUV بالعالم. رينج روفر متربعة على عرش ملكة سيارات SUV وأفخم سيارة SUV على مدار سنوات عديدة. يعني لما طلعت البنت لبنتيجا فقط أخذت منها هذا اللقب، واللي هي متربعة على عرش هاي السيارة. البركة بسيارة رينج روفر ما بظللها، بده الناس تشوفه، يشوفوا انه هو راكب سيارة رينج روفر. سيارات اللكزس كلهم اللي منشوفهم بالشوارع كلياتهم مظللين، انت الرينج روفر بعطيك هيبة مختلفة عن اللكزس، ما بتقدر تقارن هيبة اللكزس بالرينج روفر. شوف صايب، يمكن كلامك صحيح بالنسبة لهيبة الرينج الاقوى، لانه حكام معين ركبوها او حتى فخموه اكثر بالطراز الجديد، سعرها الغالي ما سعرها هو اللي سوى له هيبة، ولكن هذا الشيء ما بيعني اللكزس ما له هيبة ايضا، وفي شخصيات هامة بتركبها وشكلها جميل وملفت للنظر. وتذكر شغلة صهيب، انا لما جبت اللكزس عشان اكون راس براس معاك، جبت سيارة تنافسك بالتصميم الانيق، تنافسك بالمواصفات، تنافسك بقدرات الافرود وحتى تتفوق عليك، تنافسك بقوة بالسعر وبالصيانة. والاهم من هيك انه اذا انا قررت ابيع اللكزس بعد 7 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، حيتجيب لي سعر، يعني ممكن أقول لك وأنا مرتاح ضعف اللي حتجيب لك يا سيارتك بنفس الفترة الزمنية. كلامي صح ولا لا؟ تعليقك على نقطة الأوفرود أنا بالنسبة لي بجزم فيه أنه قدرات السائق تحكم بشكل كبير مقارنة بقدرات السيارات، لأنه إذا سائق محترف رينج روفر راح تسوي كل اللي بتسوي اللكزس بكل صراحة، أما إذا سائق مش محترف حكي تاني. بالنسبة لقصة الأسعار بعد 10 سنين وعشرين سنة وكم أنت بتجيب لك ما فلوس السيارة، الموضوع أنت بتستمتع بسيارتك لما أنت تشتريها. الرينج روفر عليها طلب مهول مش عادي، الطلب لرينج روفر في الأسواق الأوروبية والأمريكية بيوصل من 6 أشهر إلى 9 أشهر لتحصل سيارتك. رينج روفر بالصين عليها طلب ممكن يوصل لمدة 1.5 سنة لتحصل سيارتك. في أشخاص بالصين بدفعوا 60,000 يورو زيادة على سعر السيارة مشان يستلمها باللحظة ما بدفع فلوسه. فالطلب الموجود على رينج روفر كتير قوي مقارنة مع اللكزس حتى في أسواق منطقتنا. شوف الطلب المهول، يعني أنت روح اشتري هلأ السيارة من الوكيل، ممكن يعطيك دور تدفع حق السيارة تستلم السيارة بعد 6 شهور. ففي طلب جبار على سيارات رينج روفر مهما كانت الاختلافات. قصة انه انت كم انت السيارة بتجيب لك بعد 10 سنين، في ناس تبحث عن انه سيارة تعطيك الهيبة المطلوبة وما بهمه سعر السيارة بعد 5 سنين و10 سنين، اخر همه هاي المعلومات، هو بده ياخد الهيبة المطلوبة والفخامة المطلوبة اللي هو بده اياها. عشان هيك انا جبت لك اللكزس LX570 عشان اكون بمثابة الناس اللي بهمها سيارة تعطيه هيبة، تعطيه اداء، عملانية، تريح راسه، واذا فكر يبيعها تجيب له سعر. عرفت ليش اجيتك يا صهيب باللكزس LX570؟ يا سيدي اوكي، بس انا بدي اقول لك شغله، انا سياره اللي جايبها كثير عاليه المواصفات مقارنه مع اللكزس اللي انت جايبها، ولكن لو انا اجيب نسخه عاديه من الرينج روفر راح تكون بالنسبه للقوه كلياتهم، حتى محرك الست سلندر على الرينج روفر اسرع من كل محركات الموجوده على سيارات لكزس بدون منازع، ارقامها، تسارعات، كل هاي الامور افضل من اللكزس. وعندي خيارات اكثر، انا عندي محرك 6 سلندر او 8 سلندر، فانا بختار شو انا بدي محركات. انت محصور محرك واحد ما في غيره. مسامحك بالقوه، مسامحك بالاداء، وانا منتظر الطراز الجديد من اللكزس LX570، وقتها نتكلم عن ضعف المحركات وقوتها. وصلنا للجزء الأخير يا كريم. برأيي الشخصي أي شخص ما عنده مشكلة مالية، عنده القدرة، بده يشتري هيبة، بده يشتري أوبشن وإضافات، وما عنده مشاكل سيرفيس، صيانة، قطع، شو ما بده، ما عنده مشاكل فيها، رينج روفر تعطيه هذا الحل وتعتبر الحل الأمثل، وبتعطيه اللي بده إياه كهيبة وكشخة. شوف صهيب، كلامك صحيح بالنسبة للناس اللي ما عندهم مشكلة بالفلوس،
ولكن في ناس مخها تجاري بتفكر تفكير تجاري. أنا مثلا واحد من الناس إذا أجيت أشتري سيارة بدي سيارة أستمتع فيها صحيح وتكون كشخة وتكون هيبة وكل شيء، ولكن أنا عارف وين دافع فلوسي. أنا عارف إذا أجيت دفعت 400,000 يا سيدي نص مليون، أنا عارف أني ما رميتهم رمية كاملة، أنا عارف ممكن يرجع لي منهم شوي، فبفكر تفكير تجاري. وأنا شخص ما عندي وقت للصيانة والكراجات ووقت طويل بالصيانة، أنا شخص بدي سيارة أسوي لها صيانة بساعة، صيانة سريعة، وعارف متى حسوي لها صيانة، وعارف أنه ما حتسوي لي يعني مشاكل مفاجئة، لأنه شو صيانة سهلة وميكانيكها سهل من زمان نفس الميكانيك. فعشان هيك يا جماعة الخير، لو أنت كنت من الناس تفكيرها تجاري من عشاق اللكزس، أعطيني لايك واكتب كومنت أنك أنت راح تختار اللكزس LX 570. جماعة الفخامة والطرف والكشخة أكيد أعطوني لايك وكومنت واحكوا لي أنه أنتوا من جماعة الرينج روفر. ولا تنسوا كمان تكتبوا شو السيارات اللي حابين نجيبها في الحلقات القادمة من برنامجكم راس براس. تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات، لا تنسوا السبسكرايب عشان توصلكم فيديوهات وحلقاتنا أول بأول، ونوصل لشعارنا الدائم اللي هو للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله، حياكم الله. شو كريم، أنت مريض، خليك تتعافى، لازم أشغل لك نظام المساج وتروق وإن شاء الله بتكون سليم. والله المساج في الرنج ما يتعود. هيا بنا شباب، شيروا اللكزس. ها